العلاقات المصرية الكرواتية تكتسب أهمية كبرى، ويحرص الجانبان على مواصلة العمل لتطويرها وتعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. تؤيد كرواتيا مصر في معظم القرارات التي تتقدم بها في المحافل الدولية، وتتبادل التأييد معها في الترشيحات للوظائف الدولية. وقد أصدر البرلمان الكرواتي قراراً بتشكيل مجموعة الصداقة مع مصر بالبرلمان الكرواتي، وشملت عدداً من أهم الشخصيات البرلمانية في كرواتيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع كرواتيا إلى آفاق أرحب، أخذا بالاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخيا استضافة مصر حوالي 30,000 لاجئ كرواتي بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش بقصر الاتحادية، هنى الرئيس السيسي كرواتيا على انضمامها لمنطقتي الشنغن واليورو. أود بداية أن أرحب بفخامة الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش في زيارته الأولى إلى مصر، والتي ستساهم بلا شك في الارتقاء بآفاق العلاقات إلى مستوى أرحب وأكثر تميزا، أخذا في الاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخيا استضافة مصر حوالي 30,000 من اللاجئين الكرواتيين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية. كما يطيب لي أن أتوجه بالتهنئة لجمهورية كرواتيا رئيساً وحكومةً وشعباً على انضمامها مؤخراً لمنطقتي الشنغن واليورو اعتباراً من الأول من يناير 2023. الأمر الذي يأتي تتويجاً لمسيرة كرواتيا ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.